الكلام هو انا ولد ولا تاو امال ام بنت تاو ام بنت برضه مصرره يا ترى انا نفسي بقى بس
اللي انا عايز اقوله بقى
الديسكربتيف على السيمتومز في عندي فيزيكلز بين الاول الفيزيكلز دي موجوده على السكان بتاع الاوريكل سنتريك كانال لو نشرت تنزل سير ساجس تشارج الفيزيكل الصغير دي تعمل لك ديفرنس نو ديفرنس اتعلم بقى دي البكتيريا بتعمل فاهم عاليه بتستمر الجهاز المناعي يعني الفيروس بيعمل حاجه اسمها مايل داينيميا فدي بقى بتبقى واطيه او ابسنت خاصه الفيروس اولاد ده من اللو جريد فيو دي بتاعت الفيروس الهاي جريد فيو دي بتاعت البكتيريا ما عليها يعني هتقول لك السيمبتومز رقم واحد بين رقم اثنين فيزيكلز افتر رابشر بتنزل سيروسانكس تشارج رقم ثلاثه هتقول لي نو ديفنس ونو نو فيفر نو ديفنس نو فيفر ساينس انت هتشوف ايه لو جيت ابص هلاقي فيزيكال يا دكتور مكانها فين على السكن بتاع الاوركل والسكن بتاع الدرام فري صح كلام الفيزيكال دي بعد يومين ثلاثه لما تطرش تنزل لك ايه سيروسانكس تشارج في عندي حاجه اسمها رمزي هانت سندروم امسك فيه ونظر وشكله وكيسه هما كلمتين الساين البيزك اللي هنا وهنا لا ما تعرفش السيل سامس الشهر بس مش عارف الفيروس الفيروس دي افكت سكن مش احنا قلنا المره اللي فاتت ان البكتيريا بتعمل استشار ما شاء الله عليه والفيروس بيعمل فيزيك والفنجس بيعمل ماس عشان انا الكلام ده احنا هنتكلم في الفيروس والنعم بيعمل ايه؟ بيزك لما ما تعرفش تنزل سيب 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 زي مين؟ ملك بلاس ستيرز ها؟ طيب الساينس بقى احنا حتى بقى رمز هام سندروم انت قلت لي يا باشا ان النيرف الزوستر اللي هو احنا شغالين فيه بيحب النيرفات مين اشهر نيرفين في الايد؟ وارد الايد رميد الايد هيشيال سيبليكوكليو ماشيين في الايد الفيشيال واحد في السيبليكوكليو الفيشيال نيرف لو ضرب يعمل ايه؟ الشمالز والسيبليكوكليو لما تضرب ينفس الرياضة دي اسمها بيرد دايف يبقى بص الفيش زائد السيبري كوبري زائد ده ايه ده ايه ده اسمه ايه اللي احنا قلناه رمزي سوري هيربس دوستا وكس يعني فيزيك التلات دول على بعض بيسموهم رمزي هانت سندروم يبقى لما اقول لك يعني ايه رمزي هانت سندروم تقول لي رمزي هانت سندروم عباره عن هيربس دوستا كوتيكاس بلس فيشر بلس فيستيبري كوبري اشمعنى يعني اشمعنى دي بالذات اصل الهيربس دوستا ده هو كان جاي افكتنج النيرفات السنسور نيرف بتاعت الدي سكن وبعدين لقى نيرف كبار اللي هم الفيش مان في السيبك راح ضربهم يبقى التلاته على بعض ما عادش اسمه رمز هيرب الزوستر كوتكس عاد اسمه رمز هانت سندروم مين الاكبر رمز هانت ولا هيرب الزوستر كوتكس رمز هانت ان هيرب بصوا لو جالي واحد عنده فيزيكال على الاوريكل والكلام تشخيصك ايه؟ هيرب الزوستر كوتكس طب معاه فيش باراليسيس سيزون ديفنس لا يا رمزي هانت سندروم ده مش معنى بقى ده بالذات بيعمل رمزي هانت عشان اصلا ده بيحب ده مش مع دروس ابو كاجي الحاجات دي لو تفتكر طيب هات لي بقى التريك اعالج ازاي انا عايز اقول لك على حاجه اي فيروس في الدنيا مش محتاج علاج محتاج بيدرس بس بعمل بيدرس اللي عندها خف بس ده عنده سفير بين فانا عايز اخلص الفيروس اعمل ايه يعني انتي عايز ايه انت قول ده المرار الطافح ده حضرتك يا دكتوره شكناس المرار الطافح اس ان اتش ال سنس ريهري بص اوكي التريتمنت قلت لك رقم واحد انتي فايرال ايه سايكلوفير صح البين سيفير اديله ايه؟ يبقى انالجيزيك ديفيس تروي مستوعب العينين بتوع السنسورال ديفيس بتاع النيرف ديفنس يا مصر جيت عامل دور مش فاكر حاجه انت ممكن تشتغل لغايه الميد فيل من عند كده بقى كده خلاص الموضوع مش في ايديك الموضوع ده نيرف طب في ايه يعني فجربوا يدوا ستيرويدز يعني واحد جاي مثلا يشتكي من فيرتيجو وشويه سنسور ديفنس محدش عارف بسبب ايه فيروس ممكن اي حاجه مش عارف راح مديله ستيرويد اكتشف ان في مجموعه من الناس بتستجيب تبقى زي الفل وناس ثانيه ما بتستجيبش لو كان استرويد حلو ممكن يجيب نتيجه. بعد شويه اكتشفوا الناس اللي استجابوا جزء منهم بقى زي الفل على طول وجزء منهم حصل له ريكارد. استرويد دي بتتاخد على ساينتفك بيس. هم جربوها امبيريكال فاكتشفوا انها بتحسن النيرف ديفنس وتحسن النيرف اوت كام. فانا هدي استرويد مع الهيربس زوستر اوتكس
عشان هيبن الزيستر باتيكاس ولا عشان مين؟ الستريم الكوكلير الفيش. انا مفهوم؟ طب اقروها كده اقروها وقولها انت تحس بشعور بستكارلس. اقروها. كتب لي انتي فايرل خلصت. كتب لي انالجيزيك خلصت. ايه الاسترويد دي؟ الاسترويد دي عشان 87 للضرب مش شايل نيرف. اشمعنى هم ما جدوها البريكر كده تدي اي حد عنده سنة ديفنس او بيرتاج جرب معايا استرويد بس تيجي ده تستفيد تتحسن. فقال خلاص مش عنده رمزي عنده سندروم اديله استرويد عشان تظبط النيرف بالمره. كلام مفهوم؟ طب لو ما استجابش عادي. طب لو استجاب انا مديها عشان يستجيب اصلا. كلام مفهوم؟ طيب هات لي بقى اللي بعد منهم البولس مارينجايتس او الجرانر مارينجايتس يفرق ايه عن الهيربس زوستر؟ دوت سايب الاوركل واخد الدراما هفرق كمان. بالقصه بالجنس ده هيربس زوستر فيروس انما ده انفلونزا فيروس. لما مكتوب في كتاب المدرسه هيربس سيمبلكس اعمله هيربس سيمبلكس بس الكلام السيرتيفيك الصح الدكتوره حسناء اللي الدكتوره اخواتها دي خدت معايا يبقى مين هيربس سيمبلكس غلط الكلام الصح انفلونزا فيروس. ماشي الكلام؟ انتوا دي ولا لا؟ هي مكتوب عندكم ايه طيب؟ هنا انفلونزا بس يبقى انفلونزا. ماشي الكلام؟ كتاب المدرسه مكتوب هيربس سيمبلكس. طب لو جت في الام سي كيو؟ عشان زي الكلام. طيب سيب اللي فيه الكلام هو الكلام. لما تقول لي سيمبتومز وساين سيمبتومز فيزيكال يا باشا تعمل له ايه؟ يبقى بين صح كلام؟ رقم اثنين فيزيكال. الفيزيكال دي اف رابشر بتعمل ايه؟ اف رابشر بتعمل ايه؟ سيروسانجلس شارج. سمعتوا كده سيروسانجلس شارج قبل كده؟ مالك ناس كمان؟ هم الثلاث اماكن دول مش غيرهم المنح كله. ماشي كلام؟ طيب وبعدين نو ديفنس نو فيفر شوك فيزيكال. عايز اقول لك على حاجه كلمه مينينج يعني دراما برينجايتس يعني انفلاميشن بولس برينجايتس يعني انفلاميشن في الدرام عامل لي جلي عامل فيزيكال يا دكتور عامل فيزيكال بس فيزيكال كبيره عارف انت الخلفيه بتاعت قصعه النار دي ها دي تسمى جلي يعني دي الجلي هنا زي مثلا لو كده السكيل ده حجمها كده الحين دي تلاقي حجمها صغنطوط كده اسوايا كده انت عايز تقول ايه يعني؟ عايز اقول لك دي لما بترفشر ينزل السيرسانكس تشارج تعمل لي لارج رو اي سيب مكانها رو اريا زي اقصر كده بس مش اقصر قوي يعني. عايزين الكلمه دي دلوقتي. طيب انت قلت لي السيمبتوم فين؟ وقلت لي فيزيكال ربشه بتطلع سيرسانكس تشارج وقلت لي نو ديفنس ونو فيفر. الساينز بقى هتشوف ايه؟ هلاقي بولي او فيزيكال مكانها فين يا ولاد؟ الكنال والدراما سبيرنج الاوركل ده الفرق اللي معاه صح كده؟ لما ترابشر البولي دي بتديني سيرسانكس تشارج. دي كلمه غريبه كده يا دكتوره قوية كاتب لك ايه؟ ان الدرام يوجوالي انتر. ليه؟ عشان اوعى تفتكر ان كمان في هنا فيزيكلز او بولي لما البولي دي بترابشر يبقى في بيرفريشن في الدرام. البولي دي في السكين في الاوتر سكين لاير. ايه هو في لاير ثانيه عباره عندك ده في ميدل فايبرس وانر ميكوز فحتى لو ربشرت انت عملت لي رو اريا في السكين اللي ورا دول لسه هنا. كلام مفهوم؟ طيب عشان بس لما تلاقوها في البتاع البتاع ده يعمل لي رمز هانسون دروب؟ لا انا مش بمشي مع الارباد ده مع نفسه. طيب التريت بيتعالج ازاي؟ يقول لك رقم واحد انالجيزيك رقم اثنين انتي بيوتيك يا دكتور انتي فايرال انتي بيوتيك يا دكتور انتي فايرس يا ده الفيروس بيمشي لوحده مش محتاج انتي فاير انا مدي انتي بيوتيك عشان جدع سكت الانفكشن للرو اريا الكبيره ده تمام خلاص سكت الانفكشن ما اطلعش انا من بولس برنجايتس بوتاتس اكسترنال. كلام مفهوم؟ ماشي؟ ماشي. طيب مش مستاهل انا بدي هيك من سوستر جربت هيك سوستر كده ما انا في ثانويه عامه جاي هنا كده كده عايز اقول لكم في عز الشتاء عذاب ربنا ما يقويك يعني مش بوجع نار يعني لو هوا كده هوا بس هوا كده بس هوا كده تحس يعني ربنا محكومه على ظالم. فعشان كده بدي انتي فاير عشان انجز الموضوع بسرعه، لكن ده عادي شويه فيزيكال وشويه سيم بس تولربل يعني. ماشي الكلام؟ انت فهمت الكلمتين يا ولاد؟ خلاصه الكلام يا دكتور الرسمه اللي قدامك دي مخلصه الكلمتين. ما تقعدش تتكلم كتير بقى. امسح. اصلا مسح. هات لي يا باشا البتاع اللي
الفانجر هات الفانجر بس يا دكتوره بس احنا لسه قايلين البكتيريا بتعمل بروتوتايب بتعمل ايه؟ شارج والفيروس بيعمل بيزكس والفنجس بيعمل ماس يبقى انا مستنى الاقي هنا ماس احنا قلنا حد يعرف اول الفنجل فاسكس اسمها فوتومايكوز مايسس دي يعني فنجس فوتو يعني وين حد يعرف فوتومايكوز فنجل انفكشن فين؟ السكين لاين بتاع السكين في الجناز صح كده؟ حصل اكتر من كده قصص في الجناز حد عارف؟ يا ابيض يا اسود جدع يا كلب قلبي كان يا اما اسبرجلس نايكس اسبرجلس محدش يقول لي برونشيوتومي ابوس ايديك ابوس شراباتكم المعفنه مش حاجه اسمها برونشيوتومي اسمها مينينجوتومي محدش يقول لي اسبرجلس اسمه اسبرجلس من الشياكة حضرتك الشياكة هو اسمه كده والنعم مهم يعني قلت لك يا اما كان دي قلبك يا اما اسبرجانا سنايبر اوكي طيب اي حد يجي له بتاع ده اوتومايكوزس اي حد مش كده اي حد لا طبعا بريز بوزنج فاكتور مين يا ابني اللي بيعمل اوفر وين للفنجس نقص المناعه ماشي في كمان الدايابيتس ماشي ها ايه كمان؟ صحيح الفنجس ده ودنك دي مش فيها بكتيريا فلورا جسمك كله مش عليه بكتيريا فلورا لما تموت انت بكتيريا فلورا يجي بقى اي حاجه فنجس ولا اي حاجه يقول لك اوفر يوز برونج يوز انتي بيوتيك كمان الدايابيتس صح طبعا صح لورد اميونتي طبعا صح مش كلام طبعا حاجه ثانيه يقول لك ايه عايز ميه انا في الودن عايز المكان بتاع الودن ده يبقى مبلول باستمرار يبقى مثلا ايه فريكوينت باسنج او frequent swimming او excessive sweating و humidity عارفين humidity؟ رطوبة يعني وعرق وانك تبقى محوشه مية على طول فهتكون فيها فانجس انتوا كلكم على بعضكم كلمة itching contain انت جابت جنب العنوان itching الفانجس معروف انه بيعمل itching العين يقول لك ايه بقى يا دكتور انا وانت بتاكلني بقى على ظهرش فيه فانت تقول له ايه ايوه بقى وصلت للوجع ده الوجع ده يا دكتور بقول لك وانت بتاكلني فبهرش فيه. ايوه يا حاج قول لي بقى الوجع ده يعني السوبين كان كده؟ ولا بط ولا سيتنج ولا يا دكتور اخر حاجه بقول لك يا دكتور اعرف بعد كده هيبقى في شتيمه وبعد الشتيمه في ضرب والله بهزر. شوف تعال مصر تعال مصر كشم له تسمع مني كشم له لا ما كشمتوش بيزيط والله العظيم كشم له من الاول فهمت انت عايز ايه؟ ايه مالك سكت جيت؟ مثلا غلطان مثلا هو غلطان ايوه زعلوا ليه؟ هاجي تدور الطريق ده؟ ارجمان زور كده زور كده فين؟ ها؟ هو مش انت اصلا طبعا اتشنجل دي بقول ايه؟ اتشنج يقول لك ايه؟ يا دكتور ودي انت كوني بهرش فين؟ انت تقول له فين هو يا حمار بقول لك بهرش فيها مش بتوجعني. انا بقول اهو الفانجس اتش نيفر بيف. نيفر استنى استنى بالله تقول له لا لا استنى بالله. نيفر بيف. طب لو العيان جه قال لي يا دكتور انا ودي كانت بتاكلني وعمال اهرش فيه ولا يومين ثلاثه كده بتوجعني. يبقى ايه يا باشا؟ انت حضرتك عملت طهرش فيها عملت سكراتش دخلت البكتيريا يبقى كانت اول فانجل عشان اتشي قلبتني موتايز اكستيرن يبقى اكتب لك كده اتشي نو بين اكسبت اف سكند بكتيريا انفكشن عايز ال مش السبب بتاع الحاله ده من ضمن الاسباب في ناس كده ماشيه مع نفسها ودي بتوجعني روح هات بوتوكارم يحط وممكن اصلا عندك رومادولا جوت ارثرايتس ولا حاجه فاهمني في ناس بتشتغل نفسها كده بتشتغل الهوا اكتب لي كده اتشنج نو بين اكسبت سكند بكتيريا انفكشن هنشوف الكلام دلوقتي هنقول نشوف الكلام بنقول اوكي احنا
هنا بدا احفظ كليكال بكشر صح؟ سيمبتومز وساينز. السيمبتومز رقم واحد ها؟ رقم واحد رقم واحد اتشنج شكرا. يقول لك العين عنده فريكوينت اتشنج. عامل ايه في الكلام ده؟ قفلك ايه بقى؟ كونتاكت بين دوس واي كونتاكت ديفنس معاه تلبس. احنا قبلها كده. اي كونتاكت ديفنس تلزق ورا تلبس على طول. يبقى كونتاكت ديفنس تلبس. رقم ثلاثة بين. امتى؟ لو سكت يبقى الكلام قدام منه. هات لي دوس ساين. ايه الساينز؟ انا اشوف ايه؟ ساينز اولادها هنقسمها في الليسكي احسن تيجي وتوسكوبي وتيولينج بول عيان الاكسترا تير وعيان الميد تير. لو عملت له تيولينج بول تيست الاقي عنده ايه؟ بقول لك عيان الميكسر اي وعيان الميد اي لما عملت فيه الفور تيست عرفت لاقي عنده ايه؟ ميكسر تيكس خلاص يبقى كونتاكت. فاصلا على شبابنا ولا ايه ولا ايه؟ كونتاكتيف هيرنج لوس مش احنا قلنا الكلام ده هنا كونتاكتيف تيكس وهنا لما عملت فيه الفور كونتاكتيف تيكس مش كيمياء مش محتاجه مذاكره. وتذكر ماشي يا عم هتخش انت تبص بروتوسكوب هتلاقي ايه؟ ياب يس يس. تعالى كده نشوف الاسم ده الاول اللي هو الاسباجيلوس نايف. يقول لك وايت ماس ويز بلاك سبوتس لايك ويت نيوز بيبر. عارف ورقه الجرايد؟ لما تيجي تبلها كده وتبص تلاقي الكلام صح على الورقه. لا الكلام كده الورقه معكش لا بيضه ولا الكلام باين كله زي بعض. فيقول لك وايت ماس ويز بلاك دوت. اطلع عند العنوان واكتب لي جنب كلمه اتشنج ويت نيوز بيبر. الكيسه بتعرف كده اقول لك بعمل لك الاولى وفي الاخر اقول لك ويت نيوز بيبر. انت ما عندكش اي غيرها اصلا. يقول ما يقول وروح مكان ما يروح. وانا اسال لك ويت نيوز بيبر يبقى انا فين؟ هو ماي كوز القصه انتهت. ما تفكرش وما تقراش حاجه اصلا. ونفس الكلام يقول ما يقول وروح مكان ما يروح. وانسى ان ماب اتشنج مفيش غيرها. ماشي الكلام؟ ماشي. يقول لك ايه؟ وايت ماسز ويز بلاك سبوتس لايك ويت نيوز بيبر. طب لو جيت كد قلب جنب تبقى الصوره اللي قدام. وايت ماسز بس. عمل زي الكل. طيب تريتمنت تعالج ازاي؟ اديله انتي فاير ولا انتي بيوتيك؟ والله حرام يا ولاد. فانجل. انتي فانجل مش هشتغل. عشان الفانجل ماس دي وزي اللي عندك دي لازم تتشال. هشيلها ازاي؟ ها؟ اير ووش او سكشن او توب. امتى ما اعملش اير ووش؟ لو عسل لازم لو في ايه؟ بيرفوريشن او سكسر او ممتاز لو في بكتيريا انفكشن. لو الراجل جالك متاخر مكتوب كان في اتشنج ودلوقتي بقى في ديل تعمل اير ووش؟ انت بتعرف تجيبوا الكلام ولا لا؟ وانا بقول لك كان في اتشنج يبقى ايه؟ كله ما يكونش دلوقتي بقى في مين؟ يبقى لازم سكت يبقى ايه؟ بس مش زين هروح اعمل له ايه وش؟ لما تقول لي كتر هتجيب صح ولا غلط؟ في الحاله دي ما تطلعها لا بوك ولا باي حاجه. كلام مفهوم؟ اه مش هتحط ميه في ودن العيان لما تموت الانفكشن اللي جوه. الموضوع ده مطلوب منك. قلت له ما بطلعش ما تشكلش وطز في الفنج ما عايش بالفنج ده هو امبارح ما عايش بيه سنين يا عم. فهمني بس وانس ان في انفكشن خلاص اتعامل مع انفكشن الاول خفت وما عادش في بين وما عادش في بين وما عادش في اي حاجه بشيل بقى ايه الوشه اللي انت عايز تعمله مش كلام؟ اه يعني انت لما زعلان على الثلاث ايام اللي عنده انفورميشن كل يعني ممكن يبقى في ديمو كلام انت ما تشعرش عادي يا عم الكذب يزود مين؟ انت فكر فاند ده حاجه كده تتكسر كده يا عم ده كده قدامك مثلا بتاع شهرين ثلاثه كده لما يزيد هايف ولا هاي بي تي عارف انا هاي حط هاي الاسبوع ولا انت عارف الحاجه ولا انت عارف الحاجه. هات يا عم احنا ايه؟ قلت لي كده رقم واحد ريموفر الفانجر ماس باي اير ووش او سكشن او كلام منه. قلت لك انت ما تعملش اير ووش لما ما ينفعش اير ووش. ما ينفعش امتى؟ بيربوريشن او دايت سكستيرن. صح الكلام؟ طيب
رقم 2 انتي فانج. لاحظ يا عم نستاتين حلو زي الفل. نستاتين اير دروبس اكتب لك عندك مش عارف ساليسيليك اسيد 2% الالكحول 70% الالكحول فانجي سايدر والساليسيليك اسيد كراتوليتيك. يعني كراتوليتيك هيدوبك الكراتين اللي حوالين الماس ويسهل خروجها. والالكحول بيموت يا عم. نستاتين دي كفرت؟ نستاتين دي كفرت؟ مثلا هي نستاتين اير دروبس. اللي بعد منه دول لك رقم 3 يقول لك لو في بالفريش او كيب زير دراي ما تاخدش ميه في الويت. اه غير يالا اهو كيب زير دراي. ازاي كيب زير دراي ولا ازاي كيب زير دراي؟ ده كودنج كودنج سوسيشن كودنج سوسيشن كودنج شكرا صح كده؟ رقم 4 حاجه عندك يقول لك اعمل له اورال بيكنج. سمعت اورال بيكنج فين قبل كده؟ يلا بقى على فكره ان شاء الله ان شاء الله لو ربنا احيانا واحياكم اهل الوقت حسنا بنعمل لهم انت ولادك كده كله ده ولا مش عارف لو شهيد مش عارف كم واحد مش بس كده يجي مثلا يطلع معاك يقول لك انت بتقول ده ترانكلوز بس انا يا اولاد في الديفيوز ده استنى في الترانكلوز اورا البيكنج سمعنا اورال بيكنج في الفرانكلوزس في الديبس ده اكسترن ماشي الكلام؟ وانا سمعنا هي الحد اللي بعده يا باشا اللي بعده ايه؟ نايم بيكنج اكتب مركز اكس وفاجس انا قلت فاكس على مين؟ نايم بيكنج مش قلت انا عندي نايم بيكنج لغايه الميدل اي انا قلت نايم بيكنج نص صف عندك مش مهم اكتبها ليا يا دكتور عشان ما تنساش بيها لو ما خدتهاش هبص لك قول لي اكزيمي بس زي ما انت بتاعك ده اشتغل ايه لما انت هتقول الجنس هات يا باشا الاكزستورز هات الاكزستورز تمام ماشي انت دي بقى على ايه فاكس ده؟ فاكس اكتب لي فيكم قوي يلا ركزوا معايا ركزوا معايا ركزوا معايا ركزوا معايا هيومر بتاعت الاكسترنال ايه؟ يا بناين ترى تقع سيبك منها دي بتدلك على الشعر من جنب قلت لك ايه؟ يا بناي يا اما مالجن. The most common malignant tumor في الاكسترنال تريكيال مين؟ ها؟ سكويما سيل كارسينوما. كل الاين دي انتوا لا انتوا واضح ان انتوا مستغربين الكلام مش كده؟ اول مره اسمعها انتوا كده ايه؟ اكيد بس يا ولاد احنا قلنا يا ولاد الموست كومن مالجنا تيو فري دي كله تيو سكر صوم معانا الاورج كان مين؟ انا بقول لك الاكسترنال ايه تقول لي مين؟ ويه ليه؟ ايه ده من ضمن النيتي باقي؟ مش فاهمين الكلام؟ طب البنايت تيوم بنايت تيوم اه يا باشا لو في السكن نيفس لابيلوما كوندروما اكزوستوزس في العظم مش اكزوستوز. The most common benign tumor في الاكسترنتري كانال از اكزوستوز. نعمل في الشبكة. نعمل في الامسكيو بتنزل. عبارة عن benign tumor arising from the bone بتاع الاكسترنتري كانال. عايز اسأل سؤال. تيجي من الاوتر وان سيرد ولا انا تو سيرد؟ بفكر الاوتر وان سيرد ولا انا تو سيرد؟ الانا تو سيرد اشمعنى؟ ده اللي كربون صح كده؟ طيب يقول لك الانسدنس ذا موست كومن بناء تيومر في اكسبت الكلام رقم اثنين يقول لك كومن في السويمرز تي سي كيو كومن في السويمرز اشمعنى؟ الريتيشن بالكولد ووتر الريتيشن بالكولد ووتر الناس اللي هم السباحين بينزلوا الميه الساعه
ايه من حوالي كام سنه كده؟ هو في الثوره انتوا كان في ثوره في مصر عندي برونكيليتد
قليله مش كتير. هيفرق يعني الجلدتين بتوعك دول هتشوف. تعالى يا باشا على السيسايد. السيسايد اللي هي مالهاش بيدجن يعني. كتير تبقى سنجل ولا مالتي بول؟ مالتي بول. ها؟ يونيلاترال ولا بايلاترال؟ بايلاترال. كلام مفهوم؟ كومن ولا مش كومن؟ كومن. يبقى كتير تبقى كومن. مالتي بايلاترال. فورمت اوف كمان من افري بون. عارف يعني افري بون؟ اللي هو كومن جدع اللي هو العاجل اللي ما فيش في البون مارو يعني. خش يا عم انت عارف راس ايه في البن وخلاص ماشي؟ هي بدون كريدت قليله اوكي؟ فرمي الطف بص يا دكتور البون يا جماعه البون مش هنخش في كل بقى في بون وان تاب اللي هو كومبك مفيش في طبق في النص مفيش في بون مرض بيسموه العاجي او الرخامي او الايفري بون اللي هو الكومبك عليه. طب في بون تاني بيبقى تكون تاكلت كده وفي النص في فراغ بقى في بون مرض بيسموه كانسيلس او سبونج اللي هو في فراغ بقى اللي هو بيبقى فيه بون مارو مايلا يعني ده يبقى في اوستريتس وده يبقى في اوستريتس ما علينا يعني. البلانكيت بقى قليله تبقى سنجل سنجل دي تبقى بايلاترال مش كده؟ يوني يعني مقسومه نصين 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 اي كلام يبقى هنا نطقم ثانيه كلها يبقى نطقم فورم اوف افري بوينت يبقى دي كانسل سبوس مش مشكله يعني. الديفيوز بقى يقول لك دي بقى مش اتس نوت ترو نيوبلازم ده مش بنايم تيومر يلا ده البون داير عمال يتكون بغزاره مفيش بنايم تيومر اللي ياخد لك الكنال اللي هو حوالي 3 مللي ولا 3 سم اللي ورا دول وياخد لك بنايم تيومر بالمنظر ده داير داير مش كده؟ اه بصصان زي ده ماشي بصصان زي اللي قدام منك ماشي شايف البتاع الاحمر اللي تحت دي ها بصصان اللي تحت دي كسنجل وايه الاحمر ده؟ انفلاند سكين يا اخويا ده جاي من انفلاميشن وهم بيبصوا له بالميكروسكوب لقيوا فيه بزازات فقال لك بقى السنجل بتاع اللي هي السنجل اكزوستوزس وعليها انفلاميشن. بص على فوق ها مالتيبل اكزوستوزس بس السكين مش انفلام اللي فوق ده ايه اللي جابه؟ مين برنس يقول؟ مين اللي جاب العين اللي فوق؟ ايه اللي جابه؟ في عشان بس كونتاكتيف ديفنس جاي عشان كونتاكتيف ديفنس كلام مقفول. طب واللي تحت جاي عشان ايه؟ البيت بتاع الانفلاميشن فانت بتبص في ويند عشان تشوف الشارج والحركات اللي كنا بنقول عليها بصيت لقيت فيه بزازات كلام مفهوم؟ مفهومين بقولوا مفهومين انا قصدي هيبان دلوقتي كيري كونفكشن حتى كده كيري كونفكشن لو سمول اسمتوماتيك زي اللي تحت ده عمره ما اشتكى ده جاي لك اصلا عشان حاجه ثانيه انفلاميشن لو لارج بقى وكتير ما انت بتقول قفلان الكلام يجي لك بالكونتاكت ده صح ولا غلط؟ ايوه يا دكتور بلازان زي ده اعمل فيه طياره يا حبيبي اطيره بايه عشان يوم الكتريكال دريل طياره من عند البيتك كده راح جاي واقف بس شكرا كلام مفهوم دي بقى عندك ده كله فاكس عندك ده كله الباقي ده كله فاكس استمنوا الحاجات دي انا كاتبها كده بالحب يعني هات لي الملجنة ايه ده الملجنة في كل الصفر في نوع جيزه هو شرح الاسبوع المسنين عشان دي بوست كومن جدع دكتور ده فيها كوميونيكيشن وحركات فوق الجلد هو البوستين انا قلت لك كده هم طب انت كاتب الكلام ده ليه؟ عشان لما حد يمسك البتاع ما يبقاش العيال راح تقول لك الذاكره دي زي مسعف اقسم بالله في حد يقول لي اقسم بالله اعمل لي بدايه اقسم بالله اللي هيقول كلمه مسعف فين اللي هتقرر قبل يا ده التوافرات الاكسترنال ايه بس هتجيب مسعف يا ده لو فرقتها كده من ورد البيع هتجيب مسعف عمال ده كده شبه كده دي الانفنود نفس الكلام اللي قلناه هناك نفس الكلام اللي قلناه هناك اكتب كده جنبها زي بتاعت الاوريجن ريزد ايفيرتد ايجنت ريدد فيس عارف ايه وسكين اكسبوجر والانفنود ولا ماشيل سيرجيكال اكسجن والسيفتي مارجن زايد جدع عرفت كان ليك سيكشن ما شاء الله عليك ما اروعكم ما ابدعكم هعمل امتحان على الادوات الاكسترنال ايه اي لا عوده الاجازه السنة النهارده واقفه بكره العيد ان شاء الله اول حاجه ليكم كون شاء الله انا بقول انت هتيجي تقعد اكتب يا ابني روح مليك سؤالين انا بي وسؤال في الاكسترنال اها مش هناك بس
ملاجا بلس اكسترنا هو نوت المسطول انتر مسطول دي سيلز اهم مسؤوليه اهو. ها؟ قلت لي كده؟ بس انت عارف السنه. انا اسال سؤالين عشان انا ابقى ضامن ان ده اتذاكر. اوكي؟ والله العظيم انت اللي تبقى انا في ثالثه. مش فاكر احنا مستنيين للسكوبس صح؟ ايه اللي بيسكوبس دول؟ انت لما تيجي تاخد تاني المدرسه هتلاقيهم هم سطرين. ما تذاكرهاش. بس هيجي حد يقول لك سكوبس سكر عشان ابوس ايدك، ابوس الشراب المعفن تبقى تقول له ريز دي ايفيرتد ايدج ان دريلد بيز وليمف نود وراجع كانك بتسيتش قلتهم والله انت مش عايز اكتر منك كده. كده احنا بنتلوز العلم. كلام مفهوم؟ يا عم اللعب يا عم. هات الكونجات انا هاخد الكونجات العملي وهعمل لكم حركه كده لو في وقت ديهيسس. اول ديهيسس عندك ديهيسس بوني فيشر كلام فاكرينها يا اولاد؟
كنت بقول لك لما تبقى دي هيزل جوني فيشر كان اسمها اوليفيا كانال انا كنت فاكرين كنت بقول لك ان عندها يبقى ايه ها رقم واحد فرن ايوه شاطره انا عايز بقى الثانيه العاديه ايه عشان الناس بتقول لما البوني كانال دي اولاد تبقى اكس انت حيوان الفيشل عندها الشبه مشكلته ايه؟ الفيشل الفيشل ايه بقى؟ شكس بوست الايه؟ السيرجيكال تروما يبقى لايبر السيرجيكال تروما جدع وانت بتعمل بعد اي سيرج بعمل باكنج عارف ايه باكنج؟ زي كان عندك جرح تضغط عليه فانت كنت الاول تضغط على عظم بص يا ابني كان في عظم هنا النيرف ماشي جواه لو انت شغال المشرق بيخبط هنا والنستر مش بتخبط هنا عادي عظم يعني المره دي بقى لما تشيل البون الخبطه تيجي فين؟ في النيرف والله في الاستاش كاتروم نفس الفكره البيكنج زمان كان بتضغط على عظم والنيرف ماشي زي الفل جوه دلوقتي البيكنج بتضغط على مين؟ على النيرف نفسه كلام مفهوم؟ الاهم من ده وده جدع يقول لك قول لي يا ابني التاتس ميديا تعمل فيشن بارز اه انهي نوع؟ يقول لي كوليستياتوما لانها بتاكل العظم فهتاكل العظم وتاكل الفيشن يقول لك الاكيوت تاتس ميديا ينفع تعمل؟ تقول له ينفع امتى؟ لو ديهيسن بوني كان السؤال ده كله بتسال في الشكل كان زمان بتسال الشاطرين دلوقتي كلهم اصلا شاطرين معديين المنطقه دي بنخش على منطقه تقول لي لايبل الاكيوت تاتس ميديا يبقى تقول لي كده الفيشا لايبل الفيشا فيرس في ثلاث حاجات سيرجري البيكنج افتر سيرجري والاكيوت تاتس ميديا هي مهمه يا دكتور ديهيسن الكلام دي عشان يكتبوها في الكتب يعني يقول لك 6% من البوبيليشن يعني احنا 100 واحد 6 مننا عندهم فيشل فيشل كلام ابسط مش موجود بوني فيشل كلام يعني كومن مش كومن كومن جدا فانت ماشي في الشارع كل 100 فيهم 6 عندهم فيشل كلام يعني لو جاله دكتور سبيل يجيله فيشل بس كلام مفهوم تبقى كومن مش كلام مهم دي هيسن دي هيسن في فلور ايه رايك لو الفلور ده مش موجود؟ اه مين اللي يبوظ؟ جاكولار فينس فال فاكرين يا اولاد فاكرين اناتومي الله يرحمه بس كده كان في اناتومي مرات الجاكولار فينس فال ده لما بقى هايبو ايه المشكله؟ طيب من السيرجيكال تروما ده كلام البوابين ليش؟ الدرام دي لونها ايه حلوين ها؟ بلو وايت سيمي ترانسليوسي الدرام دي سيمي ترانسليوسي صح كلام؟ تعكستك اللي وراها وراها احمر يظهر لك الدرام لون احمر وراها اصفر يظهر لك لون اصفر وراها اخضر لا فينوس بابل فينوس بلاد لونه ايه؟ بيش يبقى ديفرنشال دايجنوز اوف بلو درام المهم مش كلام؟ ماشي البرزيستنس بقى البرزيستنس ميدل ارض الاول ولا الدكتور ستون 16؟ ميدل ارض كلا من احمر مش مشكلة زمان يا ولاد في الانجوريك لايف كان في ارتر على الستيبز اسمه ستريد الارتر المفروض الارتر ده يتسقى بير قبل ما تتولد زي الدقس على التريوس الدقس على التريوس ده جامد طبعا عشان يوصل الناس تبقى ايه؟ طب لتريك طب لو فضلت مفتوحه كنت شفت ارومي الدم يجي من اللي فين؟ من هاي العيد يا ابني من عالم الواط من الاورطي للبلمونري ايه؟ ما علينا يعني الارض عمال يزق الدم على حوالين نفسه فاهم حاجه؟ يلف ويرجع لنفسه كده المهم علينا يعني برزيس السبيد الارض لما يبقى في برزيس السبيد الارض ما حصلوش اوربتريش ايه المشكله يعني؟ عادي لا مش عادي لو انت جاي تشيل تعمل استفيدكتومي في اي مرض زي هناخدهم قدام لايبلس مش كاتروم ده كلام بوابين كلام البهوات لا مش ماشي ريد درام دي حاجه تاني بس الاهم منها الفرنش بروس في ايه؟ ايه ده كروكوتايل مش ده ارتري؟ ولا ارتري بيعمل ايه؟ الفرنش بروس في ايه؟ ما احنا قلنا ده خلاص لا من السيرجيك تروما مع الكوريشن ها؟ مونسيتنج تيرينس في تجميعات مهمه ما فيهاش هزار الفرنش بروس بلو درام ده كله بتصير له الفرنش بروس اوف فالسيتنج تيرينس وفالسيتنج تشارج ثلاث حاجات دي وايه ده بيتسال فيك بتعرف في الدي ان الاربع اسئله دول بهوات ها يبقى سيتنج تيتس يعني ايه سيتنج تيتس يقول لك يا دكتور انا سامع قرين في ودني ايوه يا حاج انا عامل ازاي يعني وش تلفزيون يعني ولا صوت قطر بيجي في راسك ولا انت عايز ايه يعني يقول لك هو ده كده كان بلو ده من الستات اولاد عند 45 لغايه 50 كلهم عندهم اضطراب بتلف في راسه هي تيجي تقول لك يا وش لا صباح الفل
حضرتك كام؟ 27 7؟ بقيت كسي انا 27 ونص. اه انا قلت كده برضه ماشي كده؟ فا بيقول لك كل حضرتك ده كل سايكل سايكل تمام؟ ما علينا. ده يجي يقول لك يا دكتور انا حاسس ان في بلسيشن في وجهي. مش يقول لك بلسيشن عندي، حاسس طيب الدنيا عامل ازاي؟ البلسيشن بيعمل ازاي؟ انت بقى كل ده بيجي صح؟ ما فيش حاجه اسمها كده. بنت مونيكا الصفحه دي كده. مش ما حضرتش المره اللي قلت لك كده ولا كده؟ ها؟ يعني كده ولا كده؟ احتفظ يا ربي اسقط في يدك، عارف كده ولا اسقط؟ الاثنين ينفعوا. كلمة باسيليك تنتس يعني سينكرونس ويز بالس، اكتبها من دلوقتي عشان انا باخدها قدام. خدها في باسيليك تنتس تشارج. اكتب ديفرنشال دايجنوز اوف باسيليك تنتس. عرفت؟ كتبتها. كلمة باسيليك بقى سينكرونس ويز بالس. سينكرونس ويز بالس يعني متزامن مع البالس. ماشي. اللي بعدها. بتفسفسوا في ايه كده؟ عايزين ايه؟ دي اسمها التمبرال بون صح؟ التمبرال بون دي اتنين، سكويوس تمبرال اللي جنب اللي هنا ده وبترس تمبرال العظمه المثلثه هي البترس تمبرال دي اللي ايه؟ الايه سحبتها كده سحبت الايه؟ زمان الاطفال الصغيرين كده كلهم عندهم اوبن فونتينيل وسوتشرز وكلام من في فيشر اسمه بترو سكويوس فيشر بيجي من السكوز بون كده يخش لجوه من بره من هنا كده ويخش لجوه يخش لجوه بشكل فرونتالي كده يعني واخد لي الروف بتاع البترس بون عامل شق في الروف بتاع البترس بون ده شق في الروف بتاع الاير قال لا ده موصل الاير باللي فوقها مين اللي فوقها؟ البنيتوس ها؟ البنيتوس عادي يا دكتور لا مش عادي حرك لو في عندك انفكشن هنا بص هنا هيسمع فوق يضرب فوق بسهوله منين؟ من الفيشرز اللي فوق هنا صح كلام؟ تخيل ان دي الميدل ايد واللي فوقنا دي ميدل جنرال فوسا في شق فوقنا في الروف كده مخروم يعني البص اللي عندك هنا يضرب فوق يعمل لك انت كده انفكشن صح ولا غلط؟ يقول لك بيرزيستنت بتروسكويموس فيشر يقول لك فاسيليتيت الانترا كرينيال انفكشن ده اوبر ترين ده بيقفل لوحده اول ما عارف كده بتقفل لوحده من اول حاجه بتقفل اصلا اخر حاجه يقول لك فيكسيشن او ديفورميتي او ابسنس اوف ذا اوسكس ها الاوسكس دي متكسره او ديفورمي او مش موجود يعني عايز اشيك من ايه كونداكتيف هيرنج لوس اعالجه ازاي شوف بقى شوف شوف الكلام شوف الكلام ها اعالجه ازاي يا ولاد ده اعمل له ركب له وسكس ثاني يا دكتور. العمليه دي ماشي اوبريشن. لو يونيلاتر اعمل له اعملها ولا ما اعملش؟ ما اعملش ايه؟ اسمع الود الثانيه مش محتاج امتى اعملها؟ اكوردنج البيرنتس دي لو الاب والام عايزين مصرين. طيب لو بايلاتر كيس ده مش هيسمع مش هيتكلم. اعمل له عمليه النهارده؟ لو عنده سنه اعمل له ايه؟ بايلاتر هيرنج ايه؟ طب العمليه اعملها امتى؟ عن سنه سنتين او خمس سنين. طيب انا عملت العمليه جبت الوقت وركبت له الوسكس ظبطت له الدنيا الواد ما سمعش. ليه يا ولاد؟ سيادتك ما خدتش بالك ان كان اسوشيتد ابسنس في الانر اير. وانا عشان اخد بالك كنت المفروض اعمل ايه؟ سي تي تعمل سي تي قاعده من كده مكانها. طيب الحاله اللي بعدها بص يا مدام احنا نركب الواد اوسكيز بس نضطر نعمل سي تي. عملنا سي تي علب الانر اير اهي والنرف اهو ماشي اهو سليم في مكانه زي الفل يبقى مشكلتي هنا بس. ركب القصه وظبط الكلام الواد ما سمعش. ليه؟ الهيدر اير موجوده كستراكشر لكن نون فانكشن. في مشكله في الاورجن اوف كورتي او في البرلين او في الاندوليم. يبقى كان المفروض الباشا يعمل ايه؟ بي تي اي العيال الصغير مش بيرفع صباعه هو لسه في اللفه. حميده لما بتسمع صوت بيرفع صباعه مش كده؟ حميده كده بقى. ما ينفعش بقى. صوتي بس. الفيس قتل في ايه؟ هو كله اصلا مفيش. مفيش جدع في حاجه اسمها برين بلاستيسيتي. الحاجات الجديده اللي هم الناس اللي هم الكفار دول مالناش دعوه بيهم، احنا هنا مسلمين مش كده هم اللي عملوا تخش النار دي يلا ها؟ هتكتشف حاجه جديده اسمها برين بلاستيسيتي، عارف ايه برين بلاستيسيتي؟ البرين بيريجنريت، النيورون بيريجنريت، ده بيموت يا قلب. انت عارف برينك ده؟
المساع 10,000 واحد زيك بالاكسبيرينس بتاعك. طب انت اصلا بتاكل وتنام؟ ياخد 2 مليون زيك. انت انت عندك عارف زي الدراجي اللي كده ودراج تفتح درج ودرج 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 ودرج. انت بتستهلك درج درج ايه؟ ما تنساش حاجه. انت شغال المنطقه دي اللي هي اصلا عباره عن شويه فئات. الموضوع مش هينفع اخش في تفاصيل. المهم يا دكتوره كلامك صح. الجزء اللي ما بيستخدمش عارفه بالظبط زي لندن. في حاجات طافيه. في اماكن طافيه لو عملت لها السيميليشن تروح منوره. حاجه اماكن كتير جدا. البرين ده مشكله ما علينا يعني. انا في التقسيم ما هيسمع يا ابني قوم يا ابني انت عشان تمشي. نعمل بقى الفيديو يا دكتور الواد الصغير هيرفع صباعه ولا نعمل حاجه اسمها ايفوك ريسبونس بتاع المره اللي فاتت. ايفوك ريسبونس ديمتري ام وديتري بريس تم ريسبونس. مالكش دعوه مالكش دعوه مالكش مش عليك حاجه كده. تجيب الالكترود وتحطها على السكاد بتاع الواد الصغير ده وتحط الكوره كويس خالص يرسم لك الكهرباء عامله كده. تروح عامل صوت تك 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 يبدا يرسم لك ويفز. طب لو عملت الصوت وهو فضل عامل لي كده هيبقى الواد سامع ولا مش سامع؟ هما بقى بيعرفوها مع نفسهم. حلو الكلام؟ اللي انا قلته في اول حصه تاني عشان خاطر الايكو يوصل لزمايلكم ويوصل لكافيه تمشي يوصل بطريقه غبيه مش عارف يعني مش اسئله. ونتذكر اللي قلته وقلنا هنعمل ثلاث مجاميع ونشوف واحد كده من ورا. اوكي؟ لا بنرجع نظبط التخطيط ان شاء الله.